حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن موسى بن عقبه عن قريب عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه فنزل الشعب فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاه فقال الصلاه امامك فجاء المزدلفه فتوضا فاسبغ ثم اقيمت الصلاه فصلى ولم يصل بينهما